حبيبي. مستعد؟ ان شاء الله. اكسايتنج؟ اه. طب قول لي كده، عندك فوبيا من ايه؟ عادي. ولا اي حاجه بتخوفك؟ لا لا. ولا صراصير ولا ضلمه ولا مرتفعات ولا اي حاجه؟ لا لا، مفيش اي حاجه بتخوفك؟ لا. طب في العادي انت بتعمل اير بلين مود للموبايل امتى؟ بتفصل الموبايل امتى عشان تفصل عن الناس كلها؟ وانا في الطياره. الطياره بس. طب قول لي، ابنك سيف؟ ابنك سيف تمام. بتدي له الايباد والموبايلات ولا عايزه يبقى لعيب زيك؟ على طول، بس مع الحاجه الخاصه بيا. اطول عدد ساعات قضيتها في التمرين كانت ايه؟ ساعتين او ثلاثه. ممكن تغير لون شعرك او تقصه خالص عشان تقليع كده في الملعب ولا مالكش فيه؟ لا، مش طابع. طيب هسالك سؤال، لو جبت 3 ثواني مش هتنزل. تمام. مين سجل اخر ضربه جزاء للزمالك قدام سموحه في نهائي كاس مصر 2018؟ يوسف اوباما. صح حبيبي. يا وينش، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. عايزك تقول لي حالا عنوان بيتكم في البيس ايه؟ عنوان بيتنا في البيس دلوقتي بسرعه. كفر ايوب البيس الشرقيه. اتبسطت؟ اه والله زي الفل. انا كنت متخيله اصعب من كده بكتير، بس سهله 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 وممتعه كمان. نجوم السماء